اختارت دولة الاحتلال أن تتحدى العالم بأسره بشن حربها على غزة، وكانت طائراتها ودباباتها وهي تغتال بوحشية حياة وبيوت ومدارس وأحلام آلاف الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين تجهز في واقع الأمر على ما تبقى من آمال السلام. السيدات والسادة، باسم فلسطين وشعبها أؤكد هنا اليوم لن ننسى ولن نغفر ولن نسمح بأن يفلت مجرمو الحرب من العقاب، وأؤكد أمامكم أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقه المشروع في الدفاع عن نفسه أمام آلة الحرب الإسرائيلية، ومتمسك بحقه المشروع في مقاومة الاحتلال العنصري الاستيطاني. السيد الرئيس، السيدات والسادة، هناك احتلال يجب أن ينتهي الآن، وهناك شعب يجب أن يتحرر على الفور. دقت ساعة استقلال دولة فلسطين، وأعتقد أنكم تستمعون لدقاتها، وشكرا جزيلا لكم.